أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج هنعيشها صح. هنعيشها صح عشان بإذن الله حياتنا كلها تبقى صح. معانا النهاردة أستاذ محمد البرازيلي، صاحب مجموعة مراكز صيانة رينو البرازيلي، ومعانا أستاذ نادر نبيل، مستشار عقاري وأحد عملاء رينو البرازيلي. أهلا بيكم، منورين الاستوديو ومنورين مدينة الإعلام كلها بصراحة. أستاذ محمد، بقالك قد إيه في المجال ده؟ يعني أنا سمعت عنك كتير، وأنت بابا المجال رينو ومجال العربيات كله، فانا بصراحه قلت لازم استضيفك وادردش معاك شويه كده على الهوا. فاقول عايز اعرف بقالك قد ايه في مجال صيانه السيارات بالاخص رينو لانك متخصص فيها. بقالي بعد التخرج من الدراسه 12 سنه، وقبل التخرج اثناء الدراسه 6 سنين. حلو قوي، ده بقالك وقت زمن كبير وقت كبير. قول لي كده على الهوا برضو عشان المشاهدين يبقوا فاهمين، احنا بنتكلم على رينو البرازيلي، الفروع بتاعتكم فين؟ مدينة نصر في الحي العاشر، واكتوبر حي الرابع، واسكندرية الإبراهيمية. والله حلو قوي، مش ناوي تفتح فروع بره مصر، القاهرة الجديدة، ايه الدنيا؟ اكيد اكيد ناوي ناوي. يعني احنا اصلا بدأنا ان احنا نعمل عربيات صيانة تدعيما للموضوع دوت. عملنا عربيات صيانة في القطامية، في التجمع الخامس، في اكتوبر، في العبور، في لنا عربيات في المعارك. حلو جدا ان انت حتى بتخدم الناس اللي مالكش في اماكن الفروع دي. كده كده العناوين على الشاشه، المشاهدين كلهم هيعرفوا العناوين وارقام التليفونات والتواصل مع حضرتك ازاي، عشان اي حد عايز يعمل اي حاجه في رينو على ضمانتي الشخصيه. يعني محمد البرازيلي في رينو مالوش حل بصراحه. نسال بقى احدى عملائك استاذ نادر نبيل، ايه سر انتشار البرازيلي بالشكل ده، وليه نجحوا بالشكل ده، وليه الناس بتحب تتعامل معاهم وانت بالاخص؟ هو انا عرفت باشمهندس محمد من فتره طويله جدا. تمام. البدايه ان فعلا كنت برضو في مكان كان بعيد جدا عن مدينه نصر، وكان بعيد جدا حتى عن بيتي، وكانت العربيه عطلانه. تمام. فكان هو اول الناس اللي انا كلمتها، كنت معي. بكلمه زيه بصراحه زي اي حد تاني. بس هو بالتليفون وقتها ساعدني، وقتها قدر ان هو يجي لي. حلو جدا. تمام. فطبعا شال عني هم كبير جدا. طب انتشارهم بالشكل ده تفتكر ايه؟ والله هو ايه احسن حاجه عندهم عشان كده بتتعامل معاهم؟ الجوده والسعر والوقت، ده اهم حاجه. اهم حاجه هي اصلا اي حد اي حد محتاج اي حاجه في اي مكان، جوده وسعر ووقت. ما حدش بيعرف اللي متعود على العربيه ما يقدرش يمشي متر من غير ما تكون موجوده تحت ايديه، وخصوصا ان لو ما فيش عربيه تانية فطبعا لازم عربيته تخلص في الوقت ده. اهم كمان بالسعر، ما اكذبش عليك في موضوع العربيات ده، بينجز معاك. ماشي على الجدول الزمني مظبوط. مظبوط، يقول لك هسلمك بعد يومين، خلاص خلصت. ما فيش يومين ساعتين. دي يعني ما في حاجات برضو بنحتاج، في حاجات بتطول بتطول شويه، بس هو بينجز، انت بتشوف ان هو بينجز فيها. بالظبط. طيب استاذ محمد، انت دلوقتي عندك مركز صيانه، وانا برضو بعرف المشاهدين ان عندك قطع غيار في جوه المركز. يعني مثلا ايه، انا مثلا بتعامل مع مركز صيانه، بيقول لي مثلا بتجيب القطع الغيار من بره، او هبعت اجيبها لك من حرفيين، او وات ايفر المكان اللي هجيبها فين. انت عندك الخدمه قطع الغيار والصيانه، فده حاجه باكج للرينو كبير كامل متكامل. طب لو حد جالك من بره، انا جيت لك من بره ومعايا قطعه الغيار، قلت لك ممكن تركب لي القطعه دي عندك، بتعمل ايه؟ باخدها بقول له تمام مفيش مشكله، ببص عليها، اقول له القطعه دي اولا حاجه زي اللي عندنا، او حاجه اقل من اللي عندنا، او اعلى من اللي عندنا. ببقى صريح جدا مع العميل. انت بتعرفها كويس لما بتشوفها؟ بتفهم منشاها، بتفهم وفي القطع نفسها والكلام ده كله. تمام. ببص عليها الدنيا تمام، بعرفه ان هي دي كده كده بتبقى معرفه العميل. طب لو مش تمام؟ لو مش تمام بعرفه وبكتب اختارها في الفاتوره وبيمضي جنبها العميل. حلو قوي، على مسؤوليته، على مسؤوليته الشخصيه. يعني بتقول له مثلا لا مش هركبها لك، يقول لك لا عايزها، تقول له طب خلاص امضي. هتركب عادي مفيش مشكله، بس يعني بتمضي جنبها، بعمل اختار ان هو ركبت والقطعه فيها مشكله او سيئه، وبتبقى معرفه العميل. معرفة خلاص، هو على مسؤوليته والفاتوره بتبقى معاه هو. ده حلو قوي. يعني مش بخليها عندي، بخليها مع العميل. طب ازاي يعني، انا عايز اعرف ازاي قدرت ترضي جميع العملاء عندك واستاذ نادر بالشكل ده، مع ان ارضاء العميل ده حاجه صعبه هنتناقش فيها جداً. كلنا بقى صعبه جدا جدا، صح؟ ازاي بتعملها؟ يعني بحاول يعني اواصل كل عميل على المستوى اللي هو عايز يشتغل فيه في عربيته. يعني مثلا عايز حاجه على قدها، بعرفه دي حاجه دي على قدها وبقفلها له. بس بختار بعمل ايه بقى، بقول له الحاجه دي بتبقى معرفه العميل. يعني انت لو جايبها بكتبها بمعرفتك انت. انا بشتغل بحاجه يعني بضماني، بضماني، بضمانك، ضمان انا. وبديله، بكتب له مده زمنيه. يعني مثلا يعني قطعه غيار، خدت منك قطعه غيار، بتديني ضمان، بديك ضمان. حلو جدا. زي صيانه 60,000 بديكي ضمان، زي التوكيل
تمام، نفس الصيغه الكتابيه، وبكتب لك عليها ضمان 60,000 30,000 على حسب الحاجه بتركب. والله. او بديك المده برضو، المده الزمنيه سنين، وبديك المده الزمنيه اللي عدد الكيلوات ايهم اقرب. والله زي سنت ال 60، سنت 60 دي اكبر صيانه واخطر صيانه في العربيه. دي اللي فيها السيور اللي بتكسر المكنه كلها. تمام، دي بتبقى سيور داخل المكنه غير الخارجيه. دي انا بدي فيها ضمان زي التوكيل 60,000 او 3 سنين. حلو قوي. فبنحاول نتعامل مع العملاء كلها. كان عارف بترديهم كلهم. قطع الغيار عندك مستورده ولا يعني ايه؟ يعني ايه بتستعمل؟ هو في قطع غير بتبقى إيه؟ تركي، في بتبقى غير اصليه، توكيل عليها البارت نمبر بالعلامه يعني المائية. برضو بتجيب الاصلي. بتجيب الاصلي والاستيراد والحاجات دي. الاستيراد بنجيب برضو قطع غير استيراد. قطع الغيار الاستيراد بتبقى افضل العربيات ولا الاصلي؟ في كل حاجه. انا عايز اعرف الحكايه. مش في كل حاجه. يعني في قطع غير في السوق زي مثلا الجير بوكس. الجير بوكس لازم اجيبه استيراد. اولا الجديد غالي جدا، ممكن بثلاث اضعاف. تمام. وتاني حاجه ده بتبقى الشركه نفسها اللي عاملاها، غير الجديد التركي او اي براند او بناء على العربيه. وقطعه الحاجه اللي بايظه بتحدد هل استيراد هل توكيل هل نجيبها مستورده؟ انت اللي بتحدد مش حد تاني. وقبل ما بغير بحاول ان انا احاول اصلحها الاول، مش هقول تغيير وخلاص. دي حلوه دي، لان في مراكز يعني لا بتستسهل. لا في ناس بتستسهل. انا مش فاكر تركيب، انا هنا بحاول اصلح الاول وبخلي اخر حاجه. انا سمعت من العملاء عندك الكلام ده طبعا. قبل ما استضيف حضرتك برضو عملت كده بحث شويه. عرفت ان انت برضو بتقدر ان انت ساعات قطع الغيار تصلحها قبل ما تقول لا نغيرها. فطبعا برضو كده نوع من ارضاء يعني جداً. ارضاء العميل جداً. ايه رايك في موضوع ارضاء العميل؟ اكيد انت قادر طبعا، انت عميل عنده، فعايز اعرف بقى ازاي ده. والله هو باللي انا اتعاملت معاه واللي انا شفته فعلا في المركز عنده، لا هو بيحاول يرضي العميل باكبر قدر من الامكان، ان هو يطلع منتج كويس جدا، يطلع خدمه كويسه قوي. وده برده كان بشكل شخصي معايا، يعني ده بناء على تجربتي معاه. تجربتي مع محمد لاكتر من سنه. يمكن مده طويله جدا. طبعا. فالموضوع فتره طويله قوي، موضوع كبير. كونك ان انت تتعامل مع مركز صيانه واحد وتكمل معاه وعلى طول معاه، ده بصراحة إنجاز ونجاح جداً. لأن إحنا كل شوية بنغير، لا المكان ده مش عارف أعمل لي إيه غلط، لا حط لي زيت غلط، لا مش عارف إيه بالزبط. فطبعا كونك إن أنت مكمل فطبعا ده نجاح منك. في عميل بيتعامل معانا وحابب يتعامل في مكان تاني وبيرجع يتعامل معانا تاني. ما هو خلاص جرب بره وجي، يعني جي وراح وجي تاني. طيب أنا سمعت طبعا الفريق الإعداد هيجهز لنا الفيديو مدعم للكلام اللي إحنا نقول. أنا سمعت إن عندك فيديوهات توعية تمام للناس وتعليمي لموضوع العربيات والرينو. في حاجات سهله ممكن اخلي العميل هو اللي يعملها بنفسه. والله زي ممكن فريق الاعداد يجهز لنا الفيديو. يلا نروح نشوف طب الفيديو ونرجع نكمل كلام. يا جماعه رقم 37 ترمب، رقم 37 رقم 37 في الاسبوع ده. والله رقم 37 في الاسبوع ده، انا مش عايز اقول لكم يعني العملية عاملة ازاي. رقم 37، احفظوا الرقم يا جماعة معايا. عدوا معايا اسمعوا. عدوا معايا. مين يزود. والله. مع مركز البرازيلي تربح دائما. المنقذ. احنا هنا فين؟ في الرحاب. احنا هنا بوابة 19 رحاب. وامبارح كنت في ده في المنصورة يا جدعان. امبارح عربية عطلانة في المنصورة، ينفع كده؟ لا. طبعا الفيديو موضح جدا ان انت بتوعي الناس. واقف لابس الكاب ده العميل. كان واقف معايا. طبعا عايز اسالك سؤال، هل يعني هو التوعيه عندك اونلاين ولا بيجوا مكانك فعلا يتعلموا عندك؟ اونلاين، ولو حد عايز يستفسر على حاجه في التليفون برد عليه بالاجابه، او يقدر يتصرف ازاي. يعني بتقدر ان انت تساعدهم كده وتساعدهم كده. غير التعليمات يعني الفيديوهات التعليميه اللي على التيك توك ولا على الفيسبوك، احنا عاملين فيديوهات كده كده كل حاجه للتواصل بتاعه حضرتك على الشاشه والبيدجات وكل حاجه، عشان الناس تاخد خبره منك وتتعلم. واللي عايز يجي عندك يتعلم. يعني يا جماعه التوعيه والتعليم عند محمد البرازيلي اونلاين وتليفون وفي المركز، فمش هتلاقوا بصراحه افضل واحسن من كده في كل حاجه. طب دلوقتي لو حد اتصل بيك وعطلان على الطريق زي ما استاذ نادر حكى في الصحراوي، تمام، هل بتحل الموضوع ده؟ كده كده معانا فيديو العملاء. انت انقذتهم. تمام. ومعانا طبعا استاذ نادر برضو. تمام. موجود صوت وصوره. تمام. فعايز اعرف ايه الموضوع ده. احنا بنحاول نحل معاه الموضوع بالتليفون، نقدر نستفسر منه على يعني بساله شويه اسئله اعرف نوع العطل ايه،
يعني مثلا عربيه فيها صوت مارش وفيها صوت مارش، طب في بتدور وبتبطل على حسب اللي هو بيقوله، بقول لو ينفع هو اقول له اعمل حاجه معينه بيتصرف ويعملها. وفي ريفيوات علينا وانت على تروح له لحد هناك يعني حد بيستنجد بيك وانت تروح له، دي حاجه مش مش قليله يا جماعه بجد والله. لو الموضوع حلو بروح له على طول. بتروح له على طول حتى لو في سفر؟ رحت قبل كده مرتين ماستر على الصحراوي. طب في ايه تمام في ريست ماستر ولسه كنا في فيديو في المنصوره. الفيديو كده كده هيجهز معانا. تعالى نروح نشوف الفيديو ونرجع نكمل كلامنا. مفيش مشكله. كلها بتدور علينا من دول. صباح الفل يا جدعان. يا حس صباح الفل. العربيه كان فيها ايه؟ كان فيها ايه؟ ايه اللي حصل؟ مفيش ساحت. ترومبا ساحت، فيش ساحت والترومبا ساحت والدنيا بايظه خالص يا جماعه. صباح الفل صاحب العربيه. صباح الفل يا كبير. ماشي ماشي يا باشا. الباشا مش معايا خالص الصراحه. ايه اللي حصل؟ ماشي يا جماعه. طبعا اللي انت عامله ده انجاز. يعني انجاز ان انت بتروح للناس في مكانها. لا الموضوع صعب. طب نعرف بقى من استاذ نادر، اتعرفت على استاذ محمد ازاي وايه المشكله اللي كانت على الطريق وايه اللي حصل؟ هو انا كنت في مشوار سفر تمام، وفي النص كده هو في صوت غريب انا سمعته تمام. فانا بحكم خبرتي في العربيات برضو انا عارف ان ده عطل كبير. اوكي ده عطل مش هينفع انا اللي اصلحه في مكانه. حلو قوي. لو في حاجه بسيطه ممكن ساعات بقدر اتصرف، ممكن اتواصل مثلا مع حد من زمايلي. فالمهم الموضوع بيتحل لحد ما المهم كنت بدور على حد مختص في الموضوع ده تمام. فكان هو اللي كلمته، كان اولا اطول بال. سمع كتير وبنحلل الصوت لاكتر من حاجه، لان وارد برضو يكون تحليلي انا غلط، لان برضو في الاول وفي الاخر مش فني. مظبوط مظبوط تمام. فلحد ما عرفنا ان الموضوع لا مش هينفع، ساعتها هو جالي بعدها على طول تمام. بدانا نحل الموضوع تمام، وبعد كده بدات اتعامل مع محمد. الموضوع اخذ معايا وقت طويل جدا، ما بغيرش المكان لان انا بالنسبه لي اهم حاجه حد يعني يلحقني، حد يقدم لي الجوده كويسه، الخدمه كويسه. هحتاج ايه اكتر من كده؟ هتحتاج ايه اكتر؟ جالك لحد مكانك في ايه تاني يعني؟ جالك مشوار وناس كتير بترفض ده، كبرهم بالتليفون بيحلها ومش هيجي لحد عندك طبعا. طب استاذ محمد ايه اكتر مشاكل واجهتك في قصه العربيه دي؟ افتكر اننا كده عميل اللي اخد معلومه من مركز مش متخصص في العربيات. دي اوحش حاجه بقى، ان انا بروح بعربيتي رينو اروح للي بيصلح مرسيدس، بتاع مرسيدس اروح للي بيصلح فيها. فده مش صح يا جماعه، دي مشكله. بياخد معلومه، هو مش بيبقى بيديله معلومه غلط، هو بيديله معلومه على حسب المجال اللي هو شغال فيه. حسب المجال يعني في عربيات مثلا بتحط لها ميه بشكل معين وفي نوع زيت معين فبيحطوا اي حاجه طبعا الموضوع بيكبر من فبيرجعوا لك تاني يقولوا لك احنا ده بيرجع كمان بمشكله اكبر. يعني ممكن يكون داخل يكون عامل حاجه بسيطه يرجع، يعني مثلا ممكن بيعمل صيانه يعمل علامه الصيانه غلط، يرجع اصلا بعايز سوفت وير لعلامه الصيانه، ان هو اوريدي دخل في موضوع تاني او دخل على الجهاز على اساس انه مثلا شغال في نيسان، عمل السوفت زي ما بيعمل في نيسان بدمر الدنيا بوظها وممكن نطط كيلوات العربيه. يعني بدل ما تبقى مثلا ماشيه كده لازم ادي العيش لخبازه صح كده، بدل ما العربيه ماشيه 30 يعني كل واحد 73. متخصص في حاجه يشتغل فيها وعشان بس ما ناذيش الناس، لان قطع الغيار اسعارها كبيره والعربيات حاجاتها كتيره فما ينفعش اي حد بيقول اي حاجه واروح اي مكان. ده مش وتاني حاجه كمان العميل ان هو مثلا مقتنع بحاجه معينه وهي بالصح او بماركه معينه وهي مش هتفيده في العربيه. مش يعني مثلا طعم الكاتينه بتاع العربيه، طعم الكاتينه ده لازم احط الاصلي. يعني يقول لي انا مش هيقطعه، بحاول اقنعه ان هو لازم يحط الاصل لان دي اخطر حاجه، واعرفه ان المشاكل المتسببه بسبب الموضوع ده، لو السير قطع هتجيب موتور هتجيب مش عارف مشكله إيه. العملاء ان ساعات ما بيسمعوش الكلام، وهو لو سمع الكلام اكيد انت ادرى وهتفيده، ولو ما سمعش الكلام هو اللي هيتضر. لكن لو انت قلت له وطلع كلامك في حاجه مش مظبطه بتبقى انت على مسؤوليتك. على مسؤوليتك الشخصيه، بتبقى على مسؤوليتك الشخصيه. فلازم الناس كلها تسمع كلام اي متخصص في اي مجال عشان برضو الموضوع ما ايه ما يبقاش اكبر من حجمه يعني. طيب عايز اعرف منك حاجه بقى. تمام. الشباب اللي بيحب تدلع عربياتها وبيركبوا بيركبوا قطع غيار رياضيه ايه عندك الحكايه دي؟ هو صح نادر اصلا. قبل الحلقه قلت لي انا بحب اعمل كده في عربيتي. نادر من زمان يعني مظبط له عربيته، مركب مكنه اكبر من الموجوده ومعدل له في العفشه ومعدل في سيستم العادم
معدل في نظام الامان الامان بتاع العربيه اللي هو الكيج والسيفتي بتاع العربيه. طب غير العربيه خالص يا استاذ. بفكر لحد ما هو اقنعني ان هي تبقى موجوده وان الاداء بتاعها هيطلع احسن من عربيه تانية كتير. وطلع طبعا بنفس واحنا بنعمل في حاجه، احنا بنلعب في المجال لانه مش اي حد يعني، مثلا هم حوالي 2-3 اللي بيعدلوا في الرينو. مش اي حد يعرف يعدل. فانا هو برضه مش مقتنع، يقول لك ايه مثلا اروح اركب فولكس واجن تمام كله بيعدل فيها، اقول له لا تعالى انت خليك مميز في حاجه لسه ما حدش عمل فيها حاجه او قليل اللي عمل فيها تعديل، تعالى خش العب رينو وهجهز لك العربيه، ممكن تخش بقى اي تراك انت عايزه. طبعا موضوع يعني هو اتبسط بيقول لك لا طالعه زي ما قال الكتاب. ومعانا برضو في كابتن سامح عبد سامح ابو الفتح معاه البي ام اللي بيخش بيها تركات، ومعاه عربيته الشخصيه سانديرو برضو مظبطه. بتعملوا دريفت وكده؟ هو بيعمل دريفت في بي ام على بيطلع على سباقات ريفيت اب. والله حلو جدا. سمعت برضو انت متخصص شويه في الجيت سكي. جيت سكي. جيت سكي صح كده؟ نعم. وبعدل فيه اصلا، بنركب يعني داخلين دلوقتي في نظام تعديل جديد. الموتور بتاع الجيت سكي غالي جدا جدا، وفي ناس بترمي الجيت بحاله عشان الموتور باظ. بيرمي الجيت مثلا ب 600,000 جنيه ب 700,000 جنيه عشان خاطر الموتور باظ. موضوع تمام وقطع غيره مش موجوده. فاحنا داخلين دلوقتي في موضوع واوريدي طبقناه، بس ايه مستنيين بس ايه نشوفه مع الوقت هيعمل ايه. يعني اي حد عنده جيت سكي يصور عندك على طول. بنركب مواتير عربيات، بنعدل مواتير عربيات بدل مواتير الجيت نفسه. حلو جدا. وبدل ما هيبقى تو ستروك هيبقى فور ستروك. الموضوع عندك كبير. الموضوع عندك كبير وشيق. ودراسة. شيق ودراسة كمان يعني. طب انا هطلع فاصل وهرجع تاني اكمل كلام معاكم اعزائي المشاهدين. اطلع فاصل وارجع لكم. ورجعنا لكم بعد الفاصل ومكملين كلامنا مع استاذ محمد البرازيلي. عايزين نعرف بقى من حضرتك ايه النشاطات اللي بتقدمها من خلال المركز عندك. عندنا نشاط الميكانيكا يعني بنقدم ميكانيكا، بنقدم عفشه، بنقدم سمكره ودهان، والنظام اللي هو كل حاجه يعني. بناخد العربيه شامله بجانب التيوننج، شغل التعديل بتاع العربيه كله. ولو حد جاي لك عربيه مكسره حوادث كل ده بنصلح. نشاطاتك كامله خالص. وعندنا فحص بيع وشراء، وده مهم جدا مهم جدا جدا، ان في ناس بتخسر 40 و50 الف جنيه من طول العربيه عشان فحص في مكان مش مظبوط. فاحنا بندي تقرير وبيبقى مطرح بعدد الكيلوات واليوم اللي انت جيت فيه تمام، بتقرير بالعربيه كامل. هايل جدا طبعا. دي حاجات كبيره جدا ومش بتبقى موجوده مظبوطه عند اي حد. طب عايزين نعرف من حضرتك بقى ايه رايك مع او ضد الاطفال اللي بتشتغل بدري زي الصين؟ تمام. هو الطفل من حقه يعيش طفولته بالكامل كامله، ما ياخد من حقه من الرعايه من الاكل التعليم، يعيش طفولته كامله، بس بجانب طفولته يخصص وقت صغير جدا جدا ان هو يتعلم حرفه جديده، يتعلم هوايه جديده، يكتشف نفسه على الاقل. تمام. فده بيفرق كتير قوي مع الطفل لما بيكبر، لان في ناس بتوصل لحد ال 18 و20 مش عارفين هم عايزين ايه، مش عارفين. في حاجه تانية كمان اللي هو ممكن اصلا يعني الشغل من هو صغير بيفتح المخ نفسه. طبعا بيخليه يبقى واعي اكتر وسابق سنه اكتر، فاهم، بيعلمه حرف. السنه اللي فاتت كنا عاملين اعلان في المدارس الصناعيه، مدارس الصناعيه، بنرحب باي شباب عايز يتعلم. هايل جدا، تحفه بصراحه. وفي مهندسين في التوكيل. لا انتوا مكبرين الموضوع. الموضوع مش مركز بس، لا الموضوع خالص. كبير موضوع خدمي كمان، اكاديميه ومركز ونشاطات. بص كنا عاملين اعلانات اللي عايز يجي يتعلم نشاط. حلو جدا. وياخد شهاده، لو حد عايز ياخد شهاده خبره من المكان اللي هو اشتغل في المكان بنقدم له شهاده خبره. هايل جدا.
استاذ نادر، انا عارفه ان انت عندك اهتمام تاني بقى، ممكن تقول لنا على الهواء ايه الاهتمام اللي عندك؟ بخصوص الاهتمام اللي عندي، وانا اصلا مستشار عقاري. اهي تمام. في بيني وبين باشمهندس محمد شغل. طبعا بعد ما عرفنا بعض وتعاملنا مع بعض كتير جدا، فبقى عندنا بيزنس مع بعض في مطروح، مرسى مطروح. حلو جدا. تمام. بنبني منتجع صغير كده على البحر. على لا ده ليه حلقه بقى عشان نبني المنتجع بالسوال بالبروجكت حلقتين كله مش حلقة. عشان نشرح للمشاهدين ايه موضوع المنتجع بالزبط. ده اهتمامك لموضوع المنتجع وموضوع العقارات بالزبط. صح كده. طب احنا ممكن ده نبقى نعمل له حلقه طبعا عشان الناس تستفيد ويعرفوا ايه المنتجع بتاع مطروح ده. ايه الاوفر اللي هتقدمه للبرنامج هنعيشها صح؟ هنقدم خصم 100% على المصنعات. هايل. 100% على المصنعات يا جماعه عند محمد البرازي. اي مصنعيه. اي مصنعيات. اي مصنعيه. و 10% على قطع غيار. حلو جدا جدا. ايه النصايح اللي ممكن تقولها النهارده للمشاهدين على الهواء؟ النصايح اللي هو تحافظ على عربيتك، ان العربيات دلوقتي مش يعني مش مخليك ان انت تغير العربيه او تزهق منها تركب عربيه تانية. الاسعار دلوقتي ما بقتش مظبوطه، ف حاول تحافظ عليها. حافظ على العربيه جدا. حافظ على العربيه وحب العربيه. حب حاجتك وحافظ عليها. حافظ عشان عليها وحط فيها انضف حاجه عشان تعيش معاك، ما تفضلش كل شويه تغير في القطعه نفس القطعه. يعني ممكن القطعه لو جايبه حاجه رديئه مش شرط صناعه من اني دوله، بس انت ممكن تجيب حاجه كويسه جوده كويسه هتعيش معاك. هتعيش معاك مش بدل ما كل شهرين ثلاثه تغيرها. دي نصيحه مهمه جدا. وكمان قصه ان هو بيغيرها كل شويه فيشتم في ماركه العربيه ان كان برينو او غيرها، وبعد كده يجي يقول لك بيع العربيه. بيع العربيه او يجيب حاجه زيها نظيفه بدل اللي هو اللي هو سابها خالص اللي سابها دي. طب استاذ نادر، في نصيحه تقولها لنا كده سريعا على الهوا عشان وقت البرنامج؟ والله لو بخصوص العربيات، والله وهي عموما نراعي التخصص. حلو قوي. نراعي التخصص. يعني كل واحد يودي عربيته للمكان المتخصص بتاعه. طبعا انا مبسوطه جدا باللقاء معاكم، وبشكركم جدا جدا على وجودكم معايا، وليا لقاء معاكم تاني في موضوع العقارات وموضوع منتجع في مطروح عشان نتكلم على المشروع البروجكت بصفه عامه وبكل تفاصيله. بشكركم جدا جدا على وجودكم النهارده معايا في برنامج انا عايشه صح، وبشكر كل المشاهدين المتابعين برنامج انا عايشه صح. استنوني الجمعه اللي جايه.